الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم كن شيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الامام مالك، قال الامام مالك رحمه الله في كيفيته، قال محمد وابن مالك احمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى واله المستكملين الشرفه، واستعين الله في الفي مقاصد النحو بها محوية، تقرب الاقصى بلفظ موجز، وتسط البذل بوعد موجز، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقه الفيه ابن معطي، يعلى فائقه الفيه ابن معطي، وهو بسبب حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، الله يقضي به بات الوافره لي وله في درجات الاخره. كلامنا لكم مفيد كسره اسمه. سلام. يقول قال محمد هو ابن مالك صاحب كتاب، هو محمد بن عبد الله بن مالك الجياني الأندلسي الطائي، قبيلة طي، هاجر منه قديما إلى الأندلس مع المسلمين الذين فتحوها وبقوا فيها فترات متفاوتة، بقوا في جنوبها 800 عام، وأخرج منها المسلمون عام 897 هجرية، ولم يبق لهم فيها شيء إلا آثارهم. هو منهم، وخرج من الأندلس، وكان القسم الجنوبي منها موجودا، كان لا يزال بيد المسلمين في الجنوب منها. ذهب إلى الشام واستقر بدمشق، وبها توفي عام 672، وولادته على الأرجح عام 600، فعمره 72 سنة. قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله، حمد الله واثنى عليه، حمد الله الثناء عليه، خير مالك بها جناس واضح، الله خير مالك ومالك كل شيء ومدبره وخالقه، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذ سنه ولا نوم، مصليا على الرسول او على النبي المصطفى، قال مصليا منصوب على الحال، قال احمد ربي حال كوني مصليا على الرسول المصطفى، المصطفى المختار، المختار المجتبى المتخير من بين خلق الله كلهم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله جميعا، افضل من الملائكه. قال مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم واله، اله هم من يحرم عليهم الصدقه، بنو هاشم ومواليهم او المؤمنون عموما، وآل المستكملين الشرف، آله على أنهم بنو هاشم استكملوا الشرف كله، ويكفيهم شرفا أنهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. واستعانوا الله في ألفية، استعان بالله ولا يستعان إلا بالله، قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. ألفية أرجوزة من ألف بيت، وهي هذه مقاصد النحو بها محوية، قال غايات النحو محوية بها. ثم جاء في آخرها وقال معظم النحو المهم جاء بها ولم يستكمله كله، ترك أبوابا لأنه تقيد بها العدد، ترك بعض الأبواب كالقسم والتقاء الساكنين وصو مثال على مثال، هذه بعض الأبواب تركها اختصارا، لم يبق له ما متسع حتى يضعها. قال تقرب الأقصى البعيد بلفظ موجز، موجز قليل لفظه كثير معناها، وتبسط البذل العطاء الكثير بوعد موجز ليس مخلفا، وتقتضي منك، تطلب منك أيها السداز لا تغضب لا تسخط، فيها اختصار فيها تعقيد اقبلها فهي خير. قال بعضهم حرص ابن مالك على الاختصار حتى جاءت الألفية كالغازي، لكنها مفهومة إن شاء الله. فائقة ألفية ابن معطي، ابن معطي هو يحيى ابن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي الجزائري نزيل القاهرة، مغربي هاجر إلى القاهرة، وكان قاضي القضاة بها على المذهب الحنفي، وتوفي عام 628، وفاته كان ابن مالك رحمه الله تعالى ابن 28 عاما، وألفيته موجودة ومتداولة. قال ابن مالك ألفيتي فاقت ألفيته، وهذا رأيه.
يقول غيره بمالك إنها لم تفقها، والله أعلم. جاء السيوطي بعده 200 سنة وألف الدرة وقال فارقة ألفية بن مالك. على كل ألف الآثاري ألفية، وألف السيوطي ألفية، وألف الأجهولي ألفية، وكتب البقاء لهذه. قال وهو بسبب حائز تفضيلا ابن معطي سبقني له مزية مستوجب ثنائي الجميلة، يستوجب أن أثني عليه وأشيد به، لما قال والله يقضي بهبات عطايا كثيرة لي وله بدرجات الآخرة. اتبع في هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه أولا. ثم قال رحمه الله كلامنا لغو مفيد كاستقم، واسمه فعل ثم حرف للكلم، واحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قدرا بالجر والتنوين والنداء، ومسند للاسم تمييز حصل بتابع التواءتت ويفعل، ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم زغل ولم مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتانيث والسن بالنون فعل الأمر إن أضربهم، والأمر إن لم يكن إنه محل فيه هو اسم النحو صار حيا. قال كلامنا معشر النحاة ما اجتمع فيه شرطان، اللهو والإفادة. اللهو صوت مشتمل على حروف ضرب لهم، صوت فيه الضاد والراء والباء، ويقول صوت معتمد على مقطع مقاطع اللسان. الرسالة تسمى في الاصطلاح باللغة كلاما، والإشارة تسمى كلاما، وحديث النفس تسمى كلاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثتها بها به نفوسها ما لم تتكلم. ولسان الحال كلها لا يسمى كلاما. إذا الكلام عند النحاة ما كان لفظا مفيدا، وبعضهم يقول ما كان لفظا مركبا مفيدا مقصودا لذاته. الرسالة لا تسمى كلاما. وإذا قلت زيد وعمر وبكر، زيد وعمر وبكر، هذا من قبيل مفردات، هذا مفردات ليس فيه تركيب. وإذا قلت زيد على، هذا لفظ مركب ولكنه ليس مفيدا، لا يسمى كلاما. مقصود لو قال لك سكران هطلت أمطار مغزيرة وسكران لا يقصد شيئا، هذا ليس مفيدا. ولو قيل لك جاء الذي قام أبوه على الناس، جاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم جملة مبتدا وخبر ومقصودة، لكن لا لذاتها بل لأنها صلة موصول تعرفه، وكذلك جملة الخبر وجملة المضاف إليه ليس عندهم كلاما، لأنها وإن كانت لفظا مركبا مفيدا مقصودا لكن لا لذاته. قال هذا كلام لفظ مفيد كاستقم، لذلك استقم فهي مركبة من الفعل الذي نطقت به والضمير الواجب المستتار، الواجب الاستتار المقدر بأنت، وهو لفظ مركب. بعضهم يقول مفيد ويقول موضوع، موضوع أخرج نحو ديز وفجعر، ديز مقلوب زيد لا يسمى كلاما لأن هذا لفظ مهمل لا يعرف له معنى، هو من قبيل اللفظ إلى الكلام. النحو في اللغة، في اللغة النحو الجهة والمثل والقصد والبعض. قال بعضهم نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف أو هي أكثر، فنلنا جميع الحاج لن نحو عاجلا فنحوكم يا شيخ بالنحو أجدر. نحونا قصدنا بأنحاء بأنواع من الحاج نحوكم جهتكم، تناهز نحو الألف قدر الألف أو هي أكثر، فنلنا جميع الحاج لن نحو للبعض عاجل فنحوكم فمثلكم يا شيخ بالنحو بالقصد أجدر. جاء بهذه الصورة رائعة
كل كلمة وضعها في محل تؤدي فيها نفس المعنى. أما في الاصطلاح قالوا هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزاء الأجزاء منها. استقصوا كلام العرب واستقروه ووضعوا له قواعد. وعموما النحو يحفظ من اللحن، ولبعضهم النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن من أهله فحقه أن يسكت. قال رحمه الله كلامنا له مفيد كالسقم. هذا الكلام قال والكلم اسم وفعل وحرف. الكلم اسم جنس، اسم جنس جمعي، وحده الذي يكون الفرق بين مفرده وجمعه بالتاء، ويقال فيه إذا زاد مبناه قل معناه، وإذا قل مبناه كثر معناه. كلم كثير جدا وكلمة واحدة، وسدر كثير وسدرة واحد، وتمر كثير والحروف ثلاثة، وتمر واحدة والحروف أربعة. هذا يسموه اسم جنس جمعي. إذا الكلم اسم جنس جمعي، الفرق بين مفرده وجمع بالتاء. واسم الجنس الإفرادي كالماء واللبن والعسل يطلق على الكثير والقليل بلفظ واحد. ماء نهر يقال له ماء، وكأس ما يقال له ماء. هذا يسموه اسم جنس إفرادي. قال واحده كلمة، والقول عن القول يعم الكلام. الكلام قلنا له المفيد يعم الكلام والكلمة، والكلمة قول ما دل على معناه. وكلمة بها كلام قد يوم. قال واحده كلمة، قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمن، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترن بزمن، والحرف كلمة معناها غيرها. ما قوله قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال بعضهم يكفي الحرف انحطاطا، يكفي الحرف انحطاطا أن ابن مالك عطفه بثم الدال على التراخي. واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول يعم الجميع، وكلمة بها كلام قد يوم. قد يقال كلمة ويقصد بها الكلام الكثير. تقول القام مدير الجامعة كلمة، القام مدير المدرسة كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر، قول النبي على كل شيء ما خلى الله باطل. وهذا كلام كثير. الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ما قلت أنا والنبيون، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ولا شريك له. هذا كلام كثير. أنا أقول وكلمة بها كلام قدوم. ومنها قول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة لقوله عز وجل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترى. هذا كلام كثير. أنا أقول وكلمة بها كلام قدوم. قال علامة الاسم بالجر والتنوين والنداء وأن ومسند للاسم، يدل علامة الاسم الجر وهو الكسرة التي يحدث العامل، والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، ويقال فيه تنوين التمكين كجعفر وخالد، يدل على أن الاسم متمكن في الاسمية، ليس طرفا، ليس لا يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولا يشبه الحرف فيبنى. وتنوين التنكير يلحق المبنيات فتصير نكرات بعد أن كانت معارفة. تقول لشخص يحدثك صهي اسكت عن الموضوع الذي تعلم، فإذا قلت له صهي فهي نكرة تعم استطاع كل شيء. وتقول لشخص يحدثك إيه تستزيده من شيء معين، فإن قلت له إيه صار الأمر من قبيل تنكير، معناها تكلم حيث شئت. وتنوين المقابلة يلحق ما جمع بألف وتاء يقابل النون في المذكر السالم، مسلمات يقابل النون في مسلمين، قانتات يقابل النون في قانتين.
العوض يعوض بها حرف جوار غواش ليال يعوض عن الياء وعن كلمة كل يعمل على شاكلته كل إنسان كل شخص ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض على بعضهم ما حد أحد على بعضهم وكذلك يعوض به عن جملة كقوله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون لأن الروم أهل كتاب والفرس أهل أوذان وقد يعوض به عن جمل كقوله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ عوض عن ثلاث جمل يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها أرحى إذن هذه أنواع أربعة تدل على الإسمية التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وهناك أنواع أخرى من التنوين لا تدل على الإسمية تلحق الاسم والفعل والحرف كتنوين الترنم قال أقل اللوم عادل والعتابا لحقت الاسم المعرف بين والاسم المعرف بين لا تحق التنوين أن لا تجامع التنوين وكذلك قال الآخر قال فهل لها أن تريد الحوض هلا فهل لها أن تريد الحوض هلا لحقت التنوين الحرف حولا ينول وقال الآخر يا صاحي ما هج العيون ذرفا من طلل كلتحمي أنهجا لحق الفعل هل يدل على شيء وتنوين الغالي وهو الزائد قالت بنات العم يا سلمى وإن قال وإن الحقه بعضهم أنا قوله بالجر والتنوين والنداء النداء طلب الإقبال وله باب في آخر الكتاب يا زيد يا عمرو لا ينادى إلى الاسم وقولهم يا ليت قالوا يا من قبيل التنبيه لا للنداء لأن النداء طلب الإقبال وليت لا يطلب إقباله أو أن المنادى من قبيل مفعولات والمفعولات من قبيل الفضلات والفضلات عموما يجوز حذفها تقول شرب زيد الماء وتقول شرب زيد وأن كذلك المعرفة أو الزائدة أو الموصولة من قبيل الأسماء إن المصدقين والمصدقات موصولة والسقف المرفوع والبحر المسجور موصولة في زجاجة الزجاجة معرفة رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله بن اليزيد الهي زائدة هذا إذن كذلك من خلاص الاسم ومسند بالجر والتنوين والنداء ومسند ومسند كذلك مسند المسند يدل على الإسمية إذا قلت قمت التاء اسم ما الدليل على ذلك قام لا يسند إلا الاسم الكلام ثلاثة الاسم يسند ويسند إليه والفعل يسند ولا يسند إليه والحرف لا يسند ولا يسند إليه إذن إذا وجد مسند فإنه يعين أن المسند إلى اسم لا يسند إلا الاسم إما مبتدأ يسند إلى الخبر وإما فاعل يسند إلى الفعل إذا قلت أنا مؤمن عينت اسمية أنا لأن مؤمن مسند إلى أنا وإذا قلت قمت قام عينت اسمية التاء أنا أقول ومسند للاسم تمييز حصل هذا له علامات أخرى التثنية والجمع والتصغير والندبة والترخيم وأن يكون موافقا لمعنى ما ثبتت اسميته أو أن يخبر به مع مباشرة الفعل ولبعضهم ويعرف الاسم بعوض مضمر له كما أجمل أم معمر كذا إذا أبدل منه اسم صريح ككيف أنت أسقيم ونم صحيح كذاك الإخبار به إن باشر فعلا ككيف كان سيره من سرى كذاك أيضا أن تكون زينته قد باشرت ما ثبتت اسميته كذاك إن وافقه بالمعنى من غير ما معارض قد عنا
فقد بمعنى حسب جاء واشكان كمثل سكر نأتى وزالا وعكس الاسنادي وعد الاحرف عارض بليني وهو نحو من توفي تفي كذاك بالتعريف كذاك بالتأليف والتذكير وبالإشارة وبالتصغير وكونه وجمعه تصحيحا أو مكسرا وكونه تثنية أو مضمرا وكونه مندوبا أو مرخما أو مفردا منكرا أو علما أي كل علما. قال رحمه الله ومسند للاسم تمييز حصل. قال بتا فعلت وأتت تا فعلت تاء الفاعل من قدمت وقمت وجلست تفعل وأتت تاءتين ساكنة تدل من علامات الفعل يفعلي يا المخاطبة ضمير موضعه رفع كقومي وقعدي يا المخاطبة لا تلحق إلا الفعل مضارعا أو أمرا لا تلحق الماضية إلا في لغة قالوا ليس جيدة منها قولوا منها ما أخرجه البخاري. قال سألت امرأة ابن مسعود قالت له لا أجد في كتاب الله دعنا النامصة والمتلمصة وقد قرأت كتاب الله كله. قال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ألم تقرأ يقول الله عز وجل وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا أهو الرسول صلى الله عليه عنه أهو أنت قرأتيه قرأتيه شاهد لحقت ياء المخاطبة لحقت الفعل الماضي والأصل لا تلحق الفعل الماضي تلحق الفعل الأمر تقول قومي والمضارع نحو تقومين ومنها قول الله عز وجل أتعجبين من أمر الله. ونون أقبلن نون التوكيد كقوله عز وجل كلا لينبذن وتالله لأكيدن ليسجنن وليكون من الصاغرين نون التوكيد من خواص الأفعال لا تحق الاسم. أما قولهم قائل أحضر الشهود لحق اسم الفاعل وقولهم أشاهر بعدنا السيوف شال أقول بتافع تواتت ويفعل ونوني أقبل لنا فعل ينجلي سواهما الحرف عرفنا الاسم وعرفنا الفعل. قال الحرف سواهما وهو ما ليست له علامة ولبعضهم والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة كمثل حاء بين صاحبيه فترك نقط دلنا عليه الجيم له علامة أسفل والخاء علامة على وعلامة الحاء لا علامة كهل وهي حرف مشترك يدخل على الاسم وعلى الفعل تقول هل قام زيد وهل زيد قائم لكن دخولها على الفعل أكثر. لو قيل لك أعرب هل زيد قام تقول زيد فاعل أتقول مبتدأ لأنك لا بد أن تقدر أن هل التقطت الفعل وجعلته بجانبها وأن التركيب صار هل قام زيد. لو قيل لك تستطيع أن تلقيها لغز على الطالب لو قلت له زيد قام زيد مبتدأ أي لو قلت هل زيد قام تقدر أن هل التقمت قام بجانبها وصارت متقدمة على زيد وصار زيد متأخر عن قام وصار فاعل. وفي مختص بالدخول على الأسماء في مختص بالدخول على الأسماء في الدار والعادة أن الحرف المختص بمكان يعمل فيه في مختص بالأسماء وتعمل فيه العمل الخاص بالأسماء والجر إن مختصة بالدخول على الأسماء ولكنها تعمل فيها النصب والنصب ليس خاصا بالأسماء والسبب تعمل النصب لماذا؟ لأنها تشبه الأفعال لم مختصة بالدخول على الأفعال ولذلك تعمل فيها العمل الخاص بها هو الجزم فهمت؟ سواهما الحرف كهل وفي ولم. قال المضارع يلي لم كيشم شم يشم وهنا قل يشم وهي فصيحة ولكن أكثر شم يشم إذن يعرف المضارع بقبول لم يشم فصيحة يشم صحيحة ويشم أكثر فعل المضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتاء قوله بالتاء العهدية التاء التي تقدمت قبل قليل وهي قوله بتاء فعلت واتت يعرف الماضي بقبول التاءين تاء الفاعل وتاء التاء الساكنة وسم بالنون فعل أمر يعرف بالنون
وينون التوكيد للقوم منها. إن أمره فهم إذا فهم منه الأمر تقول قم، الكلمة تدل على الأمر، وتقبل من التوكيد تقول قم منها. قال والأمر إن لم يكن إنه لمحله هو اسم الأمر، إذا كان لا يقبل نون التوكيد فهو اسم فعل، نحو صه وحيها صه لا تستطيع تقول صهنا، إذن هو اسم فعل أمر وليس فعل أمر. حيها معناها أقبل أو إتي أو عجل، فهي اسم فعل أمر لأنها لا تقبل نون التوكيد. قيل هو ابن مالك، وكذلك إذا دلت الكلمة على المضي ولم تقبل التائين فهي اسم فعل ماضي، نحو هياتا هياتا وسرعانا سرعانا وشتانا. وكذلك إن دلت الكلمة على المضارع ولم تقبل لم فهي اسم فعل مضارع، كأوه وأف ووا ووي وواها. قال كان عليك أن تصلحه، أصلحه بعضهم بقوله وما يراك الفعل معنى وانخزل عن شرطه اسم، نحو صه وحيل. ما يراك الفعل في المعنى ولم يقبل شرطه المقرر له فهو من قبيل اسم الفعل، أصلحه غيرهم. قال وما يكون من هذه غير محل، فاسمك هيهات ووي وحيهل. جاء بمثال الفعل اسم الفعل الماضي هو هيهات، واسم الفعل المضارع وهو وي، واسم الفعل الأمر وهو حيهل والله أعلم. قوم